السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني، هل يمكن لنا أن نشحن الهواء؟ وهل الهواء قابل للشحن؟ يجيبكم عن هذا السؤال من قبل 1400 سنة الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليه السلام، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، في كتابه الصحيفة السجادية، اللي هو كله أسرار وكله درر ولآلة. وهسه صار يعني من السهولة واحد ينزله من الانترنت اللي ويكتشف به الأسرار، بحر من الأسرار، بحر محيط من الأسرار زين العابدين سلام الله عليه، الذي بكى أكثر مما بكى يعقوب النبي عليه السلام، لأنه ممن شاهد تلك الواقعة وما أدراك ما تلك الواقعة. وعندما سألوا أي موقف كان يعني أعظم عليك، يقول كلما ذكرت فرار عماتي وأخواتي يوم العاشر عند مغيب الشمس يعني خنقتني العبرة. فكل هاي المواقف اللي صارت بيوم العاشر يعني ما حزت مثل ما حزت قلبه هذا الموقف. فلله درك يا زين العابدين، ما أعظم صبرك، ما أعظم بلائك. ومن ذلك الزمان وهو يشحن الهواء بالصلاة على محمد وآل محمد، ونحن الآن نشحنها. اكتشفنا أن الهواء ممكن أن ينشحن، يعني عندما تكتب تعليق اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، تكون نيتك أن تشحن الهواء الطاقة إيجابية، والطاقة الإيجابية إن شاء الله تطرد الطاقات السلبية. وكل من يريد يشارك المقطع خلي نيته أنه هذا لوجه الله سبحانه وتعالى خالص، وإن شاء الله ما تنسون إبداعكم، وشكرا لكم.